انا كمواطن عليها اعلانات معرض وعليها كل بوستر وكل حاجه. تمام كويس. كم نقطه بقى في القاهره؟ اكتر من 15 نقطه بالاضافه للمواقف الرسميه اللي هي موقف المنيب اللي بيجيب من الصعيد هينزل اي باصات هناك، عند ميدان الجيزه حضرتك، عند احمد حلمي، ميدان التحرير، المظلات وغيرها. يعني احنا عملنا حزام حول القاهره الكبرى خاص بالمواقف، ومحافظه القاهره تعاونت بتخصيص الخطوط دي لمدة المعرض في 15 يوم، من قبل المعرض بيوم إلى بعد انتهاء المعرض بيوم، لنقل كامل للمواطنين. احنا متوقعين ده ينقل يوميا من 150 ل 200 ألف مواطن يوميا بالطريقة دي. طب إيه الإحصائية بناء عليه؟ بناء على عدد الباصات مع التقاطر مع الساعة بتاعتهم. يعني احنا حاسبين الساعة ازاي يتحرك، لان الباص مش هيروح مرة ويرجع، الباص هيروح ارض المعرض تلت ساعة ويرجع تاني، ويروح ويرجع ويروح ويرجع. يعني كل تلت ساعة في اتوبيس هيودي الناس المعرض. ابعد نقطة هيبدأ الساعة 8. تمام. ابعد نقطة النقاط القريبة 9، ومن 8 ل 9 تحركات كل الباصات. تمام. بكل بقى 10 طبعا. هاي. يعني مثلا لو بتحرك من ميدان لبنان الساعة، وصلت انا من 6 اكتوبر فهوصل لميدان لبنان، هركب الباص بتاع المعرض هيطلع بيا الدائري وينزلني ارض المعارض، ولو انا جيت متاخر عشان الاقي غيره وغيره وغيره. الخطه دي موضوعه، بالاضافه لان القدر الاستيعابيه لارض المعارض في باركنج العربيات تتجاوز ال 6000 سياره في الموقع الجديد ارض مركز مصر للمعارض. أيوة. اللي هو شريك استراتيجي في المعرض. ليه بقى؟ لان بره ارض المعارض جوه يتسع ل 2000 سياره، بعكس الموقع القديم كان يتسع لاكثر من 800. وبره حضرتك فاكره ممدوح سالم وصلاح سالم كان الركنه فيهم صعبه جدا، لا جوه بره بيتسع ل 4000 سياره. فاحنا خليني اعرف تفصيله منك في الجزئيه دي. لما كنا بندخل المعرض بالعربيات كان لازم تصريح للعربيه. بالظبط. هل ما زال مساله التصريح موجوده؟ موجوده للعربيات، في بعضها تصاريح ليها لونها اسود او غامق، دي موجوده يعني بسعر بفلوس، موجوده في مقر الهيئه، هتبقى موجوده في المنافس اللي هناك مكانها فين عشان كده بس. هيئه الكتاب اللي على الكورنيش موجوده، زائد ان شبابيك التذاكر الثمان شبابيك تذاكر الموجودين هيبقى لهم كمان تصريح سياره دائم لو عايزين الناس يشتروه، او في التصاريح اللي هي الدعوات اللي هي طبعت اكتر من نص مليون دعوه مجانيه ونص مليون ثانيه بالطبع النهارده. هيئه الكتاب. هيئه الكتاب ده الدعوات المجانيه اللي هي يوميا بيخش بيها الزائر، وسعر التذكره علشان برضو حرب الشائعات اللي قالوا 30 جنيه و20 جنيه وده معرض معمول للصفوه من المجتمع. لسه هسألك. سعر التذكره 3 جنيهات، بخلاف ان كل رحلات المدارس اللي هتيجي من الاقاليم ومن القاهره الدخول ليها مجاني من خلال الدعوات الدايمه، هيبقى حد موجود من الشباب المتطوعين، عندنا 520 شاب متطوع. ما ينفعش نقول الكلام ده بسرعه. خلينا نقول في 520 خلينا نقول الكلام ده بالراحه علشان هيبقوا مستنيين باص المدارس في غايه الاهميه. باصات المدارس على تذكره دخول معرض الكتاب السنه دي في مكانه الجديد 3 جنيه ب 3 جنيه علشان اتحط صفر، يعني في ناس كده اجتهدت وحطت صفر قصاد الثلاثه فقالوا ب 30 جنيه تذكره. وفي ناس قالوا ان الباصات ب 20 جنيه وب 25 ب 8 جنيه. لا باغلى باص ب 8 جنيه، ارخص باص ب 2 جنيه. تمام. ده اللي برضو عايزين نقوله تاني. تذكره دخول المعرض لحضرتك، معرض الكتاب الجديد ده ب 3 جنيه. حضرتك هتتحرك تيجي القاهرة، لو انت من خارج القاهرة هتيجي القاهرة بمعرفتك زي ما انت كنت بتيجي قبل كده كتير قوي، فيما عدا طلاب المدارس والجامعة ليهم طلاب المدارس الجامعات، طلاب المدارس السلمة، رحلات المدارس المخصصة الرحلات الدخول مرة فكرة للأطفال بالمناسبة مجانا لسن كام؟ لسن اظن 9 سنين، يعني الطفل الصغير اللي جاي مع والده ب 14 تذكره مجانا المعرض. تمام. طيب. وسائل المواصلات زي ما حضراتكم سمعتوا من دكتور شوكت المصري في نقاط كتيره جدا جدا، وده المفروض انا يعني نفسي لو في صفحه ليكوا على الفيسبوك. في صفحه على الفيسبوك كصفحه رسميه للمعرض. انا طبعا انا ما عنديش بالمناسبه صفحه على الفيسبوك تاني عشان لسه الناس النهارده بتقول لي قلنا لك وقلت لنا انا ما عنديش صفحه على الفيسبوك. طيب. لكن هم من خلال الفيسبوك المفروض الحاجات دي تنتشر، دي وسيله بقت أسرع بالنسبة للشباب للمعرفة على أماكن